دكتور عماد عثمان موجود معنا اليوم، اختصاصي امراض المفاصل والروماتيزم، وموضوعنا هو اللوبوس. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. ثانك يو. يعني كلمة لوبوس بتخوف اصلا لكل الاشخاص كمان يلي بتعرف. نحن بنعمل سيرفينج على الانترنت هلا وبناخذ كل المعلومات من الانترنت وبطريقة كثير سريعة، واوقات الابحاث بتختلف، اوقات حتى الشعوب بتختلف بردات فعلها لبعض الامراض، اوقات بنشخص حاله يمكن تكون موجوده يمكن ما تكون موجوده. صحيح. فخلي التشخيص للاختصاصيين خاصه بهالموضوع الدقيق. ولكن بالبدايه شو يعني لوبوس؟ لوبوس هو مرض من امراض الروماتيزم، يعني هو اذا بدك بيمثل واحد من اهم امراض المناعيه. نحن باختصاص الروماتيزم كثير من امراضنا تدخل في اطار الامراض المناعيه، يعني وقت الجهاز المناعي بالجسم بصير يحارب انسجه طبيعيه بالجسم. ممكن تكون باي مكان بالجسم. فاللوبوس هو يمكن من اهم الامراض المناعيه اللي بتصيب، اهميته انه بصيب اكثر شيء النساء بمتوسط العمر، يعني بسموه تشايلد بيرنج ايج او النساء في عمر الانجاب. فمرض يعني منه نادر بنشوفه، يمكن احنا بحكم اختصاصنا بتجمعوا عنا المرضى اكثر، بس مرض بنشوفه كثير ودقيق جدا، يعني دقيق جدا بالتشخيص. بده يتجمع عده عناصر سريريه مع عناصر مخبريه لحتى يعني نتوصل للتشخيص الصحيح بهالمجال. هيدا في اسباب معينه ممكن انه تكون عم تسبب لكن معظم الامراض المناعيه ما في سبب واضح، يعني بسموها مالتي فاكتوريال، عده اسباب ممكن تودي. في اسباب يمكن وراثيه، في ناس عندها استعداد وراثي، اوقات بنشوف بعيال يمكن في اكثر من شخص عندهم امراض مناعيه، وفي الانفايرمنت او البيئه اللي بكون عايش فيها الواحد اللي ممكن ما بنعرف كيف تتفاعل، بس اكيد لها دور. بس بكل هالامراض هيدي ما فينا نحط يعني السبب على حاله وحده، سبب واحد ليعمل هالامراض هيدي. طيب شو اللوبس؟ شو ممكن اللوبس؟ شو الشعور يعني او شو اللوبس؟ هي كلمه لوبس جاي من كلمه لو او الذئب. اوكي. بسموه بالعربي الذئبه، الذئبه الحماميه اوقات بسموه. ليش بسموه الذئبه؟ لانه واحد من اهم الاعراض تبعه للوبوس هو بصير احمرار على الخدود، بسموها تشبه قناع الذئب. اوكي. يعني من هون اجت التسميه الذئبه، وهيدي لازم تكون موجوده لنكون هل وحده من العناصر السريريه اللي لازم تكون موجوده. يعني أوكي. هو تشخيص اللوبوس يعتمد على عده اعراض. عندك اعراض جلديه. في عندنا تقريبا اربع اعراض جلديه ممكن تصيب المريض، منها البتر فلاي راش بسموها او الميلا راش على الوجه. بصير في اوقات تقرحات بالفم بتطلع من داخل الفم، بنسميها نحن بالعربي الدارجه الحمو. بتطلع داخل الفم. في اشخاص بكون عندهم حساسيه مفرطه للشمس، فوتو سنسيتيفيتي، يعني اذا راحوا قعدوا على البحر او قعدوا تعرضوا للشمس لفتره طويله بهب جسمهم بيحمروا او بحسوا بتعب شديد، او بكون في بقع جلديه. هيدي الجلد. المفاصل بيعمل كثير التهابات، اورام بالمفاصل، تيبيس الصبح، يعني كل امراض المفاصل التهابيه بتصير باللوبوس. بس نوصل لهالعوارض بنكون صرنا بمرحله متقدمه او ببدايه ممكن تكون بعض الامور ببدايتها. يعني هو مرض اللوبوس اهميته انه بياثر على الكلى، ومن هون اهميه او خطوره المرض. يعني دائما نحن هلا الاعراض الجلديه بسيطه بتتعالج، اعراض المفاصل بتتعالج، بس اهم شيء شوف الاعراض المش يعني الاعضاء اللي مش ظاهره للخارج. الجهاز العصبي ممكن يصاب، الكلى ممكن تصاب، وهون يعني ضروره الانتباه. ما بدي اقول الخطوره لانه اذا تشخص كل شيء على بدايته ممكن يتعالج، بس ضروري كثير الانتباه للاعراض او الاعضاء الداخليه اللي ممكن تنصاب بهيك حاله. طيب كيف بيصير التشخيص يعني لحتى التشخيص نعرف انه في هالمشكله؟ مثل ما قلنا بالاعراض السريريه، يعني اذا صبيه عمرها 20 سنه اجت عندها مثلا التغيرات الجلديه بس ممكن ما يكون موجوده. ممكن ببدايات المرض ما تكون كلها موجوده. عشان هيك ضروري كثير يعني في دقيق كثير التشخيص. فبيعتمد على الاعراض السريريه. بيعتمد كثير على تحاليل الدم، يعني في تحاليل معينه للدم بتنعمل بحالات اللوبوس اللي هي بتوصل للتشخيص الصحيح. هل هي تحاليل يعني اصعب من غيرها؟ في تحاليل يعني في تحاليل عاديه مثل كريات الدم. اوكي. لاوقات ممكن بمرضى اللوبوس يظهر عندهم نقص بالدم الاحمر، نقص بالدم الابيض، نقص بالصفائح بالدم. في تحاليل معينه يعني هي بسموها الاوتو اميون بروفايل بنعملهم للمرضى اللي بتشخص المرض. دكتور عثمان وقفي ونرجع نتابع معك هالموضوع.
دكتور عماد عثمان موجود معنا اليوم، اختصاصي امراض مفاصل وروماتيزم، وموضوعنا هو اللوبوس او الذئبيه. تنشوف معك دكتور عثمان، فاذا الفحوصات منها فحوصات يعني كثير صعبه او تعجيزيه لحتى نوصل لها المشكله، يمكن هو اسمه اكبر منه المرض، ولكنه اذا كان غير معالج هو مرض مؤذي يعني بيوصل لاماكن. اكيد لانه مثل ما قلت لك يعني ممكن ياثر على الجهاز العصبي، ممكن ياثر على الكلى، هو اللي اخطر جهازين، اذا تاثروا ساعتها العلاج بده يكون كثير قوي، يعني بدنا حتى ننيم المرض ونخليه يتفاعل، ممكن يؤدي لعطل بالكلى، يعني قصور دائم بالكلى. فمن هون التشخيص المبكر، واوقات نحن يعني كاطباء روماتيزم ما بنتكل على حالنا بس، يعني نتعاون مع طبيب الكلى، مع طبيب الجهاز العصبي، لحتى نوصل لتشخيص وتقييم يعني لحاله المريض. التشخيص يعني العلاج ضروري، فاذا التشخيص اذا كان خاطئ يكون عم ياخذ المريض علاج مش لاله. اكيد، لانه يعني باللوبيس في فحص بنعمله، يعني هذا كثير مهم لتشخيص المرض، بسموه الاي ان ال انتي نوكلير انتي بوديز. اوكي، هلا اوقات في ناس وهذا فحص كثير دقيق، ومش كل المختبرات يعني بيكون عندها نفس الدقه يعني بهالفحص هيدا. فاوقات في مرضى لسبب ما بيكونوا عاملينه هذا الفحص وطالع بوزيتيف، اوكي، بتشخص اللوبوس ما بيكون عنده اللوبوس، يعني هون هيدي خطره اكثر ما انه ما تشخص المرض، يعني تشخص المرض انه عنده اللوبوس بلش تعطيه علاجات بناء على مشي، يعني ما فحص منه كثير دقيق، منه ريلايبل يعني بيكون. طيب شو هي العلاجات المطلوبه هذا اذا كان التشخيص مبكر؟ ايه هلا نحن مثل ما قلت لك بنقسم المرض لنوعين. النوع الخفيف اذا بدنا نسميه، اوكي، اللي ما بيكون فيه تاثر للكلى ولا بيكون فيه تاثر للجهاز العصبي، هذا علاجه بسيط، كورتيزون بكميات صغيره، وفي دواء كثير مهم بحاله اللوبوس اللي هو الهيدروكسي كلوروكوين. نحن بنستعمل ادويه بنستعارها من امراض اخرى، الهيدروكسي كلوروكوين هو دواء للملاريا، اوكي، يعني الكينا اذا بدك بالعربي الدارج، بيستعملوه بالملاريا، بس دواء اساسي جدا لكل مرضى اللوبوس. يعني مرضى اللوبوس بس تشخص اللوبوس نقول للمريض حسب الدراسات الموجوده لحديت اليوم بدك تاخذ الهيدروكسي كلوروكوين بقيه حياتك او بقيه حياتك، اوكي، دواء كثير سليم وكثير فعال، واهميته انه بما انه نحن قلنا معظم المرضى هن نساء في عمر الانجاب، انه هذا الدواء بينعطى بالحبل، بينعطى اثناء الرضاعه، ما في اي محاذير عليه، وهذا حسب اخر توصيات من الجمعيه البريطانيه والجمعيه الاوروبيه لامراض الروماتيزم. هلا وقت بصير في تاثر للاعضاء الداخليه خاصه الكلى بتغير العلاج، ساعتها بنستعمل يمكن كورتيزون بكميات كبيره، بنستعمل ادويه بتوطي المناعه، وهذه كمان يعني بدها دقه وانتباه، لانه ممكن توطي المناعه، يصير المريض يلقط التهابات اكثر، فهذه كمان بدها شويه دقه باستعمالها. فاذا هون العلاجات للوبوس، بس لما اللوبوس بيكون تطور وصار عنده مفاعيل اخرى على بقيه اعضاء، على اعضاء الجسم بالاحرى، صار في كمان علاج للنتائج. طبعا، يعني مريض اللوبوس عم بقول لك مثلا بيكون يمكن بيعلى ضغطه، اذا عنده تاثر للكلى بصير في عنده زلال بالبول، هيدي كلها يعني العلاج بيتم بالتعاون مثلا مع طبيب الكلى، يعني بده يساعدنا بهالمجال هيدي. فعلاجه منه بسيط، يعني ما حدا بيدعي انه هو كطبيب قادر يحكم كل اعراض المرض، لانه اوقات مثلا وحده من اهم اعراض اللوبوس هي الجهاز العصبي. كثير مرضى هلا هي الاعراض الكلاسيكيه مثلا بيقول لك سيجر، هزه الحيط المتعارف عليها، او سايكوسيس، في ناس بيفقدوا الواقع بصيروا بغير دنيا. بس اوقات كثير بتعمل اعراض يعني يمكن ما حدا منتبه لها، بسموها كوجنيتيف ديسفانكشن، يعني الانسان يعني المريض بصير اشياء بكون بيعملها بحياته اليوميه كل يوم بطل قادر يعملها. يعني انا مره مثلا اجاني مريضه كانت تتعلم، صار فتره بتعلم، بعد فتره قلت الحكيم انا الشيء اللي صار 15 سنه بعمله بطلت قادره اعمله. عرفت شو؟ يعني ما عندها اعراض ظاهره، اعراض مهمه، بس انه الاعراض اللي هي معوده تعملها كل يوم بحياتها اليوميه بطلت قادره تعملها، لانه هالمرض بلش ياثر على جهازها العصبي. فمرض كثير دقيق، يعني لانه عده اعضاء، مثلا نقول البولي ارتريت او الروماتويد بتاثر على المفاصل، شيء ظاهر، بس هيدي يعني مرض مخبى، ممكن ياثر على كثير اشياء داخل الجسم، فتشخيصه بده كثير انتباه وكثير دقه. وكنا عم نقول انه بعمر صغير ممكن يبين، ممكن يعني في بيدياتريك، في اوقات مش 10 سنين و12 سنه بنشوفهم عندهم هالحاله هي. طيب الاشخاص اللي عندهم باللوبوس بالعائله او امراض اذا مناعيه بالعائله ممكن يكونوا معرضين اكثر؟
أكيد يعني إذا في بالعائلة شخص عنده بتلجأوا للفحوصات أسرع عنده. بس كمان إيه يعني كمان الفحوصات سيف ذو حدين. يعني إذا الفحوصات ما اتاخذت بالكونتكست بالكلينيكال كونتكست من ضمن الإطار السريري للمريض ممكن تكون خطرة أكثر من تكون مفيدة. أوكي يعني وقت إحنا كثير بيجينا مرضى لسبب إنه عاملين الـ RNA وطالع بوزيتيف. شخصون لوبس بس بناء على مشي يعني الـ RNA لحاله ما بيأكد وجود المرض إذا كان موجود لوحده. مرض مزمن بس. مرض مزمن إيه يعني هذا علاجه طويل بده متابعة يعني بيجي المريض لنقول بتشخص لوبس بقول له يا حكيم أنا دي بدي أخذ الدواء بنقول له يا أخي هذا المرض نحن مشابهه بالسكري وبالضغط يعني ما فيك تحط فترة زمنية للعلاج هلا أكيد يعني منيم لك المرض منهدي لك إياه بس بدك متابعة دورية وبدك علاج مزمن قد يستمر لسنوات. في لايف ستايل معين بيساعد هلا نحن التوصية الوحيدة اللي موصيها لمرضى اللوبيوس هي عدم التعرض للشمس لانه بالنسبه لنا الشمس هي اكثر يعني اكثر شيء انفايرومنتال اكثر شيء بالبيئه او بحياتنا اليوميه ممكن يسبب او يطور المرض بهالحاله هيدي فالتعرض للشمس لانه الشمس شو بتعمل عدنا بالشمس كثير تعرض جلدنا للشمس خلايا بالجلد بتموت فبتخلي هال يعني النوكلياي او الماده داخل الخليه تظهر للعلن وبتعمل الاوتو اميون رياكشن يعني بصير الجهاز المناعي يتفاعل معها ما راح تبين الاعراض اكثر اكيد التطور هو سريع لكن بعض الحالات ممكن يكون سريع اوكي يعني عشان هيك دائما احنا بنقول بنخلي عيننا على الداخل على الكلى على الجهاز اهم شيء الكلى دائما كل مرضى اللوبيوس حتى لو ما عنده شيء بتعمل فحص بنعمل فحص للبول لنشوف اذا في بروتين بالبول بنعمل فحص يعني للضغط بنراقب اهم شيء الاعضاء الغير ظاهره لانه هيدي الخطوره فيها بس ليش الكلى بدها تاثر اكثر شيء لانه هالجهاز المناعي بصير يحارب الخلايا اللي بالكلى الجلوميرولاي هي الفلتر تاع الكليه بصير يحاربها بيستهدفها وبيؤدي لالتهاب فيها وقصور في عمل الكلى مع الوقت بس العلاجات هي بالادويه ما في شيء ثاني انه ينعمل غير هلا العلاج تطور يعني بمراحل من هال 15 سنه اللي مرقوا نحن بعالم الروماتيزم عم نشوف نحن العلاج بنسموه العلاج التارجتد تريتمنت اوكي يعني في بروتينات بالجسم بسموها السيتوكاين اللي هي طبيعيه بس عند الاشخاص عندهم روماتيزم بتكون نسبتها عاليه كثير هلا تطور علاج انه بيعملوا مثل بلوكر لهالماده هيدي لحتى يشيلوا العمل دكتور عماد عثمان اهلا وسهلا فيك اختصاصي امراض مفاصل وروماتيزم شكرا لوجودك معنا مشاهدينا شكرا لكم كمان لمتابعتنا من الصبح ولغاية هلا موعد جديد بعطيكم يا بكره الساعه 8:30 مع مجموعه جديده من المواضيع بام تي في الايف باي باي